شكل لجان تحقيق داخلية. أيوة هيك طول عمرها أنظمة الجامعات هيك. ولذلك أنا أقول هذه اللجان أخي ليست حيادية. أنا بدي أذكرك بس إنه ليست حيادية مع احترامي لشخوصها. أبان 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 وأنا عذرا إني أتحدث بهذه اللغة ولكن للإنصاف أبان كان نواب كتلة الإصلاح وحزبهم في جامعة الزرقاء هم سدنة الموقف، فصل طلاب لأسباب أقل من ذلك. السلطة ويومها احتجينا قلتم لحظة هذا قرار جامعة مستقل، بصيرش على دوركم مستقل وعلى دوره مش مستقل. والله دكتور عبد الله تسمح لي عبد الله لو سمحت اعلق على الكلام هذا سمح. لا لا لا. على دورك لا لا. لما يجي دورك لو سمحت انت حكيت كلام مش مقبول. لا ايش كنت تسمح والزرقاء الاهليه لما كان الاخوان المسلمين ماسكين الزرقاء والاخوان هذه قضيه وطنيه مش قضيه وهذه قضيه وطنيه وهذه مش قضيه وطنيه طلاب 27 16 انا مع الطلاب واحد هذه قضيه اخوان مسلمين ولا قضيه وطنيه انت تشكك شو الاوراق اللي بدك اياها يعني عجيب عجيب الكتله الاصلاح تحقق مع قاعات معتمة فيش فيها كهرباء ما فيش انترنت ما فيش مشاغل 12 مليون ليس لهم اثر على ارض الواقع بتقول لي اخوان مسلمين هذا كان غير مقبول مقبول ولا حر وانا انا الان على الشاشه عم بقول في طلاب عم بيتصلوا حيله بينهم وبين الاتصال هذا دور غير إيجابي لهذه القناة برنامجي مش أنت بتحدي وأنا لا يشرفني هذا الكلام ولا مشرفني أنت ما بيشرفني هذا القناة القناة محترمة ومقدرة أنت غير حيادي لا يوجد فيها القناة لا يوجد في هذه القناة دور سلبي للقناة لا يوجد في هذه القناة اتصالات وانت حضرت أكثر من مرة أنا ما بدي حبر على ورق يا دكتور أحمد أرجوك الآن 12 مليون وين الأثر على أرض الواقع ناقصه ما تقول على القناة أنت كم من حلقة حضرت في هذه القناة الشباب عم بيتصلوا انت كم من حلقه حضرت على هاي القناه وين الحريه اللي عم تزعموها انتم يا سيدي اين الحوار الصادق والشفافيه اين حوارك الصادق انت كم من مره قعدت في هذه القناه ما في حوار صادق عن حضرتك ما في حياديه لا انا حيادي من البدايه عند عبد الله الزهري انا الان اعتذر اني وافقت اطلع على هذا لا ارجوكم بس قبل ما تطلع دكتور عبد الله لك اسمح لي دكتور عبد الله لك ان سمحت لي هلا هو نائب بده يشتري صوت حر أنا بقول في هذه القناة أنا مخاطب مع السلامة مع السلامة أنت حر أنت برا أنت حر أنا لا يشرفني مثلك يكون لا لا إعلامي في هذا الوطن لا لا بشرفني لا يشرفني غصب عنك قبل شوي مش أنت اللي بتطلع تفضل برا أنت نائب غير مستقل يا بتقعد بتسمع زي الحكي أنا حكي. مستقل لا أتكلم عن قضية وطنية بامتياز لا مش مستقل رئيس جامعة فاشل لا رئيس جامعة فاشل يدير الجامعة